وينادي المولى جل وعلا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا له في 14 نداء، يناديه 14 مرة يا أيها النبي، يناديه مرتين يا أيها الرسول، يناديه أيضا يا أيها المدثر يا أيها المزمل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يناديه رب العزة جل وعلا مرتين قائلا له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في موضعين في القرآن الكريم. إنا أرسلناك شاهدا على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة وعلى الأنبياء ذاتهم، شاهدا ومبشرا لخير أمة بالجنة وبالأعمال المقبولة، ونذيرا لكل من عصاك ولم يهتدي بهديك، وداعيا إلى ربك بالحسنى وبالخير. وقال له وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا أيها الأحبة في الله، عندما يخطر ببالنا كلمتي سراجا منيرا، نذكر أن الله جل وعلا قال للشمس سراجا وهاجا، قال أيضا والشمس سراجا، وقال عن القمر قمرا منيرا، ذكر الشمس بالسراج والقمر بالمنير، وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جمع نور الشمس ونور القمر في هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله سراجا منيرا، لأن هناك سراج غير منير، هناك سراج لم تكن تمر فيه كهرباء أو لم يكن فيه زيت حتى يضاء، لكن الله جل وعلا قال له سراجا، وهذا السراج منير يهتدي بهديه كل من فتح الله عليه بالإيمان. جعله سراجا منيرا ليس فقط كذلك، لكنه أعطاه رب العزة جل وعلا وبشر المؤمنين. يبقى ربنا ادانا بشريات عظيمة على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. شوفوا لما ربنا يدي المؤمنين واللي بيبشرهم خير البشر وأفضل من خلق رب العزة جل وعلا وأفضل من أعطاه ربه حتى أرضاه، بيقول له بشر الأمة بإن لهم عند ربنا فضل، وليس كفضل أي فضل، ده فضل كبير عند ربنا يعني ليس له حدود. بس المين بقى لمن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ شوف ربنا لما يدي بيدي بسخاء، بيدي بعطاء لا حدود له. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى مين هو اللي هياخد الفضل الكبير؟ مين؟ والذي نفسي بيده. شوف لما المصطفى عليه الصلاة والسلام بيقسم بربنا سبحانه وتعالى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما احنا عاوزين نلم الموضوع شوية، الأمور اتبعترت مننا خالص.
بقى كل واحد النهاردة قفل بابه على نفسه ومرجعه بالتاني. بقى كل واحد فينا شايف أخوه في بير وبيغطى عليه. بقى كل واحد فينا النهاردة عاوز الغلطة للتاني عشان يقفله. بقى كل واحد فينا النهاردة قلبه اتملى بالحقد والغيظ من أخوه. كل واحد النهاردة مش لاقي بلوى للتاني يحط فيها. طب ازاي انت من خير أمة؟ ازاي انت النهاردة بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ ازاي لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل إلا إذا كان هواه تبعا لما جئت به؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أين أنت؟ أين طاعتك للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أين طاعتك لخير البرية وخير البشرية؟ لقد نفذ رصيد الحب من قلوب الكثيرين. لماذا؟ لأن الدنيا أخذت منه ما لم يستطع أن يسترده مرة أخرى. خلاص، قال القلوب انشغلت بالدنيا، انشغلت بالحطام الفاني، ونسينا ان احنا هنموت، نسينا ان كل واحد فينا ما انعاش 100 سنة هيموت. مش في دماغنا الموت. ابوك كان فين وامك كانت فين وسيدك وستك والناس دول راحوا فين وانت هتبقى زيهم؟ عاوزك بعد ما تموت الناس تقول الله يرحمه، بعد ما تموت الناس تفتكرك بالخير، يقول فعلا ده كان راجل بيتب سامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام بينفذه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا إدنا أفضل منا، من علينا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من علينا بخير البشرية. ده ربنا قال لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، وقال للحبيب النبي إنك بأعيننا. لما تقول لواحد ده أنت قدام عيني غير لما تقول لواحد ده أنت في عيني. أدي قدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قدره ومقداره عظيم عند ربنا. سيدنا ثابت بن قيس لما نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع، إلى نهاية الآية إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سيدنا ثابت بن قيس قعد في البيت قال لها أنا خلاص من أهل النار. ليه؟ قال أنا الذي كنت أرفع صوتي على صوت رسول الله، أنا اللي كان صوتي على صوت رسول الله. ربنا اللي بيقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، بيقول اتقوا الله، اوعوا تفتوا وتقولوا كلامه بس. كلنا بقينا علماء النهاردة، كل واحد فينا عمل نفسه شيخ وعالم، بمجرد ما واحد يسأل سؤال 50 واحد يردوا عليه. يا سلام، هو ده برضو اللي تعلمناه؟ ما احنا كلنا بقينا علماء على وش الأرض، وكلنا بقينا مقلدين على وش الأرض، وكل واحد فينا النهاردة عمل نفسه إنه ما فيش حد زيه، ونسي بدايته إيه ونهايته إيه. شو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية الكريمة، ده سيدنا ثابت يقول لزوجته اقفل علي الباب بالضبة وما تفتحش لحد خالص. ليه؟ قال له أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله فقد أحبط الله عملي وأنا من أهل النار. مراته قفلت عليه الباب، سيدنا النبي افتقد سيدنا ثابت. فين ثابت يا إخوان؟ قالوا له إنا لا نراه يا رسول الله. طب روح اسألوا على أخوكم، روح اسأل على أخوك ابن أمك وأبوك، روح شوف حال أخوك إيه،
حال أختك إيه؟ حال أبوك وأمك إيه؟ ده القلوب جسد دي بقت حجارة، دي ما بقتش قلوب، دي بقت قلوب حجارة. ما فيش واحد بيسأل عن أخوه ولا بيعرف أحوال أخوه ولا أم ولا أبوه، حتى أحوال بنتك يا أخي، أحوال ابنك ما فيش. خلاص للأسف الشديد يا أخوانا كل واحد بص لنفسه بس. لكن رحت سألت عن ابنك النهاردة، شفت أحواله؟ ابنك حتة منك، بنتك اللي بتفتخر بيك قدام الناس كلها. رحت سألت على بنتك، شفت أحوالها إيه؟ أبداً. اسألوا على أخوكم، ليه يثبت حابس نفسه في البيت؟ رجعوا يا رسول الله، ده حابس نفسه مش عايز يفتح لحد خالص. ليه؟ قال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أخيكم وقولوا له إنك من أهل الجنة يا ثابت. خوف، خوف، خايف إنه كلام يسمع من رسول الله ويعلي صوته على رسول الله. أبوك النهاردة في البيت بتعلي صوتك على أبوك وعلى أمك وعلى أخوك الكبير، وما فيش احترام لحد، حتى جارك الكبير عنك في السن مش محترمه، حتى الست الكبيرة في السن مش محترمها، الاحترام ما فيش. ليه؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. احنا النهاردة نسينا كل ده، اهم حاجة عندنا نفسنا بس. لكن اخوك خلاص، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لك حتى يكون هواه لما جئت به، اللي في قلبه كله اللي انا بقوله ينفذه، اللي قاله سيدنا النبي كلنا نعمله، ما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم. ده ما قالكش اعمل كل اللي انا قلت لك عليه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي ربنا اقسم بحياته، ده ربنا ما اقسمش بحد من البشر، اقسم بحياه الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ربنا بيقسم بحياة رسول الله ويقول له وحياتك أنت إن هم في سكر، إن قريش في سكرتهم، إن هم في غفلة. هل إحنا بنحب رسول الله؟ هل أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت بتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت بتعطف على الصغير وتحترم الكبير زي ما قالك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بتراعي حق الجار زي ما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقول أيضا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده أنت تبقى مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر اسمه، لما يذكر صفة من صفات رسول الله تيجي في انتباه. ده انت لما يذكر قدامك النبي عليه الصلاة والسلام لسانك يخلص، لان ده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر لما كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واثنين من الصحابة تشاجروا مع بعض، قال لهم والله لو انتم من اهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان انتقل لرحمة الله، ده ربنا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حيا وميتا، وهو حي وهو بين أيدي ربنا، ده حي بين أيدي ربنا برضو، احترامه حتى في المسجد بتاعه وهو بين أيدي ربنا. لا، هل أنت بتكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد
وأرجو أن أكون أنا هذا العبد، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. حاجة بسيطة بتقولها، حاجة صغيرة بتقولها، بتنال شفاعة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي بيصلي مرة واحدة، مين اللي بيصلي عليه؟ ربنا هو اللي بيصلي عليك. لما بتصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي بيصلي عليك. عشان تنور قلبك وتنور بيتك وتنور قلب أولادك ويبقى وشك منور، اتبع القمر المنير. شوفوا قال لك ايه، شوفوا قال لك ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. مراتك في البيت، السند بتاعك، العكاز بتاعك في البيت، النور بتاع البيت، اللي بتدخل البيت تحس ان انت داخل جنة، اللي بتغسل لك هدمتك وتطبخ لك لقمتك، اللي مربي لك عيالك، اللي مشياك بجلابية نظيفة وسط الناس، اللي مخليها ريحتك حلوة بين الناس، اللي ما تقدرش تعيش لحظة واحدة من غيرها. هل أديت حقوق دي؟ هل تبعت النبي عليه الصلاة والسلام في دي بس؟ في مراتك؟ في الست بتاعت البيت؟ هل رأيت حقوقها؟ ولا نزلت ضرب وتلطيش وروح عند بيت أبوك، يلا يا بنت كذا ويلا يا بنت كذا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن بمجرد ما تلوي وشك كده الدنيا تخرب، تدخل تلاقي الدنيا مكركبة، الدنيا واللي فيها، عيل صوته يعلى كأني داخل من بره فرعون. يا أخي يا أخي، ده أنت كلمة السلام عليكم دي بتطرد الشياطين من البيت، وأنت داخل بشياطينك في البيت مفيش حتى سلام عليكم، مفيش كلمة حلوة يا أخي، مفيش شكر للإنسانة اللي تعبانة مع العيال ليل ونهار، مفيش شكر للإنسانة اللي إيديها دابت في خدمتك. أدعو الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني. أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ليه؟ صلى على حبيب النبي مرة عليه الصلاة والسلام، ربنا بيصلى عليك 10 مرات. صلى على حبيب النبي 100، هيصلى عليك ربنا 1000. صلى على حبيب النبي 1000، ربنا هيحرم رقبتك على النار. يا ريت كل واحد فينا قبل ما اول كل يوم يصلي على حبيب النبي 1000 مرة. صدقوني بالله ما هتاخد منك 3/4 ساعة لو صليت على حبيب النبي كل يوم 1000 مرة. 1000 مرة كل يوم، وطلعت السبحة بتاعتك دي كده وقلت اللهم صل عليه 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 100 مرة، وسحبت واحدة من العداد بتاعها كده والتانية والتالتة، هتلاقي 1000 مش هياخدوا منك 3/4 ساعة. اللهم صل عليه 1000 مرة كل يوم، رد له الجميل بتاعه، رد له جميله. ده لولا الحبيب النبي ما كناش عرفنا لا شرق ولا غرب، ده ربنا هدانا به من الضلالة. ده لولا النبي عليه الصلاة والسلام ما كناش عرفنا حقوق حد، ولا كنا عرفنا الأمم السابقة، ولا كان حد فينا عارف حتى يدخل دوت المية، ولا حد فينا يعرف يتطهر حتى. لولا الحبيب النبي ما كانش الواحد فينا عارف قدر بنته ولا أخته. أختك عارف يعني أختك؟
عارف سيدنا موسى عليه السلام أمه قالت إيه؟ قالت لأخته قصيه. أخته، أختك اللي مقطعها النهاردة، أختك اللي ما بتسألش عنها، أختك اللي بتتكبر بيك وبتتجوى بيك، اللي عاملاك وسط الناس أعظم رجل في الدنيا، أختك اللي النهاردة حتى ما بتقول لها السلام عليكم، دي أكتر واحدة كانت بتحبك يا أخي، وأكتر واحدة متشبسة بيك يا أخي، وأكتر واحدة بتخاف عليك يا أخي، عشان الدنيا كرهتها، عشان المال والطين والبيوت قطعت أختك، قطعت رحمك، قطعت الست الأختك اللي كانت في يوم من الأيام بتفرح لك وتزغرت لك وتتنطط لك، قطعت أختك اللي كانت بتغسل لك وتكنس لك وتطبخ لك، قطعت اللي كانت إيدها مع إيدك في طبق واحد. نرجع لربنا، طيب ارجعوا لربنا تاني، ننسى اللي فات، انسى الأسية بتاعتك دي، حنن قلبك عشان ربنا سبحانه وتعالى يديك القلب المنور بالإيمان. ارفع الكره اللي في قلبك، ارفع الغل اللي في قلبك، ارفع اللي في قلبك من الناس عشان ربنا يطهر قلبك. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم اجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم شافعا لنا يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا نورا يا رب العالمين، واجعل نوره في قبورنا يا رب العالمين، واجعل نوره يحدونا يا رب العالمين، حتى ندخل الجنة على نور رسول الله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.